على الواد قلت الواد ده بانه مش هجيبها لبره. لقيته ايه؟ بيطلع مدفع رشاش. بيطلع ايه؟ مدفع رشاش. نص قال 7.60 كيلو. ده غير بقى اللي قفل اللي هي استعملت اول ما استعملت في الهندسه 1882. انا اعمل ايه بقى؟ رحت طالع للواد قلت له اضرب يا ولد، اضرب يا ولد، اضرب يا ايه؟ اضرب يا ولد. رحت بصيت له كده. انا لما بصيت الواد بصيت له بصات ثاقبه، بصات الثاقبه خلت عند الواد حاله اسمها استبحس نفساوي. استبحس نفساوي دي يخلي الواد يتراجع كده ويترعش ويتهز. الواد في هزته داس بصباعه على الزناب، طلع الطلقه. الطلقه دي تبقى سرعه الصوت. سرعه ايه؟ الصوت. سرعه الصوت يعني تقول مثلا ايه يا ابو الفتوح، كلمه اوه دي الطلقه تروح ايه؟ الطلقه تروح طالعه في الاوه دي، تروح طالعه فين؟ أوه. انا شايف بقى الطلقه وهي جايه. انا رحت عامل سبرينت كده اهو، رحت عامل كده اهو زي العضله بتاعت الجول، ولاحق الطلقه على اخر لحظه من على دماغ داخل الوزير بصباعه دي.